طيب ايه ليه اهتمامك بمرض التوحد يا طارق؟ والله هو جه في وقت انا كنت حابب اعمل مشروع مع نفسي، يعني اشتغلت كتير في كوربريتس كبيره او شركات كبيره بتاعت اي تي وكده، وجه الوقت ده مع معلومات وتوعيه كتير قوي عن التوحد، ولقيت ان فعلا يعني في امريكا واوروبا وكده عاملين بروجرامز للاطفال بيساعدوا فيها، واحنا ما عندناش اي حاجه بالعربي خالص. يعني دبي بعظمتها دي ما عملتش اي حاجه بالعربي، وما كنتش شايف ان الموضوع صعب. فقابلت ساعتها دكتور منال عمر، الله. هي كانت واشتغلنا معاها حبه، وقلت لها الفكره ومش عارف ايه، بس هي كانت مشغوله جدا. بس بعد كده انطلقت بقى في الكوميونتي، تعرفت على دكاتره اللي وقفت معانا قوي وساعدتنا قوي، دكتور ماهر رخاوي بالمركز بتاعها اللي هو دايما بنت اصحاب الدكتور كله. يحيى الرخاوي. بالظبط، هي بارتنر معانا، يعني في حتى خدمه كده على الويب سايت بتاعتنا اسمها اسال دكتور، هنسميها اسال مي من كتر ما هي اللي بتجاوب على الاهالي. دي خدمه مجانيه كمان، يعني مجانية. دي غرضها التوعيه، وان الاهالي بتيجي باسئله مش عارفه تسال مين، لازم يروح بيبقوا لدكتور. عندهم يعني محتاسين، متلخبطين، مش عارفين يبتدوا منين، وفي ناس تفتلهم، وفي ناس تأفر، وفي ناس تأندر يعني. ايوه بالظبط. لا، هي الحته المحيره فعلا ان بيبقى مثلا الطفل فيه حاجه غريبه محدش فاهمها، والاهالي او الاصحاب بيحبوا يريحوا، فيقول لك لا الولد لسه صغير، يعني خليه يومين سنتين ثلاثه كده هيبقى كويس. ده اكبر خطأ. لا، انت شاكه او انت كأب شاكك ان في ابنك فيه حاجه، روح لدكتور لا، بس دلوقتي. ده مش قبل سنتين، هو بيبان متأخر شوية. والله ال جيناتيكلي بيبان من 8 اشهر، من وهو في بطن مامته، بس مين اللي يكشف؟ وكشفه لسه، يعني بس الحاجات دي دايما بيقولوا انه ممكن يبدو طبيعي جدا لحد سنة ونص او اكتر، بالظبط وتبتدي يبان قوي بشكل من واضح بعد سنتين. سنتين، صح كده؟ بالظبط بالظبط، وساعات بيبقى واضح جدا من الاول.